وللمزيد مشاهدينا الكرام ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ أكرم القصاص رئيس تحرير جريدة اليوم السابع. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. إذن الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد أن أمن الكويت وكافة الدول الخليجية الشقيقة هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري. في أي إطار تضع حضرتك هذه التصريحات للرئيس عبد الفتاح السيسي؟ لا بالتأكيد طبعا، يعني أولا الزيارة بتاعتي في وقت مهم جدا، فيها تفاصيل كثيرة وفيها يعني تحولات دولية، تحولات إقليمية، في توترات، الدول الكبرى والمؤسسات الكبرى مشغولة بهذه الأزمات المختلفة، وبالتالي فإحنا توقيت الزيارة توقيت مهم، ومصر حريصة طول الوقت على بناء علاقاتها في هذا الأمر. الحقيقة انه تاكيدات مصر بانه امن الخليج العربي جزء من الامن القومي المصري، ده يعني توجه استراتيجي لا يختلف في اي وقت من الاوقات. العلاقه بين مصر والدوله في الكويت الشقيقه علاقه استراتيجيه فعلا في سياقات مختلفه. الرئيس على مدى الفتره اللي فاتت تحركاته المختلفه دوليا واقليميا بتتعلق بهذه، ببناء سياقات، بتعاون، بشراكة بغيره. عارفين اللي حاصل، الأزمة في أوروبا، كل ده ليه انعكاسات اقتصادية وانعكاسات سياسية. من الطبيعي أن يكون هناك موقف عربي موحد وتنسيق دائم يحل المشكلات، يتدخل في مبادرات. وفعلا يعني الإقليم العربي، إقليم الشرق الأوسط، شهد على مدى الفترة اللي فاتت اختلالات مختلفة في القضايا في سوريا، في ليبيا، في العراق، في اليمن، والتأثيرات على أمن الخليج. وعشان كده مصر دائما بتؤكد أن أمن الخليج العربي ودول الخليج جزء من الأمن القومي المصري. الكويت بتثمن ده طبعا، وعلاقات الحقيقة مصر والكويت هي يعني علاقات وثيقة وتاريخية رسميا وشعبيا وثقافيا، في تعاون استراتيجي، في تعاون اقتصادي، في دائما تنسيق في المواقف، دعم متبادل من الطرفين، كل التنسيق ده لصالح الشعبين ولصالح كمان المنطقة، وإن يبقى في مواقف عربية، لأنه الدول العربية، ويمكن مصر بتدفع في هذا السياق، إنه الدول العربية من حقها أو من قدرتها إنها تكون قادرة على صياغة مواقف موحدة تجاه القضايا المختلفة، لأنه زي ما إحنا بنقول الدول الكبرى والمؤسسات الدولية وغيره، الدول الكبرى مشغولة بمنافساتها، بصراعات، كل ده بيعمل انعكاسات، وفي نفس الوقت ما بيبقاش فيه قدرة على اتخاذ مواقف، تدخل في المشكلات المختلفة، التدخل في القضايا المختلفة. يعني كل ده مهم جدا، ومصر طول الوقت تؤكد حرصها على استقرار الكويت وأمنها. نعم. وعلى الدول الخليجية المختلفة في مواجهة التحديات، جزء أمنها جزء لا يتجزأ من الأمن القومي. صحيح، وهذا ما يؤكد عليه الرئيس السيسي دائما أستاذ أكرم، وكذلك أكد سيادة الرئيس اليوم على التقدير للعلاقات الوثيقة والتاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي أيضا، فضلا عن التشابك الاجتماعي والثقافي أيضا الممتد بين مصر والكويت. نشكرك شكرا جزيلا أستاذ أكرم القصاص رئيس تحرير اليوم السابع، كنت معنا في السادسة.